انا ما بتكلمش فيه بقى تاني لان انا اصلا ما فتحتوش ولما واللي اتفتح طيب انا هقفل حاجات غلط. بس انا عايزه اقول لك انت حللتي ده بايه؟ اللي انت شفتيه ده انت كحوريه فرغلي حللتيه بايه؟ انك تشوفي الحاجات دي في بيتك؟ مش عارف مش عارفه بس انا لما سالت حد قالوا لي ده حد بيحميكي مش بيأذيكي، دي حاجه كويسه، بتقري قران بتفتحي القران كده. يعني حد يعني مهنته ايه، دكتور ولا شيخ؟ ايه لا دول دكتور وشيخ حاجه ما بتلزق. الدكتور قال لك ده حد بيحميكي؟ ايه دي جديده دي. لا ما قاليش حد بيحميكي، ما ماشي بقولك انت قلت بقولك بيقول لي دي حد موجود يحميكي، انت بتقولي لي الشيخ ولا دكتور فبقول لك لا لا الشيخ اللي قال لي، انت بتقولي لي دكتور. انا الدكتور اداني ينفع تقول لنا اسم الشيخ؟ لا ليه؟ لا ما هو شيخ لا ممكن نستفيد منه لا عنده علم لا لا بس هو ما كانش يعني ما كانتش شايف ان في حاجه. طب اصلا انت ما بتخافيش بقى من الحاجات دي؟ مش عايشه وانت خايفه؟ لا اتعودتي تعيشي مع الجن والعفاريت؟ لا يا جماعه ايه ما تقوليش عليهم جن وعفاريت، ما انت شفتيهم وبتقولي بيحموكي، انت مقتنعه انه الجن والعفاريت يا حبيبتي؟ انا كنت لغايه لما السواقين ابتدوا يمشوا انا كنت بتهيالي ان انا كان بتهيالي كل ده، لكن لما لقيت ان السواقين الساعة 3 بالليل انا كان في واحد قلت له اقعد في الصالة. السواقين مالها بالشقة فوق؟ السواقين دول مكانهم تحت في العربية يا حبيبتي، علشان كنت انا لسه راجعة من بره، يقعدوا علشان هاخد مفاتيح في حسابات ومفاتيح يعني ويروحوا بعد كده. فانا في الأوضة لقيت ياسر ده بيقول والله العظيم في، والله العظيم ماشي من هنا، انا لازم في ايه في ايه في ايه، قال لي في واحده عدت من هنا، والله العظيم واحده عدت من. قلت له ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بلا يا فندم متشكر مش عايز اودي مفتاح، ورمى لي المفاتيح وراح ماشي. يعني انت اقسم بالله ده اقوى من اعصاب الرجاله؟ ايه يعني انت اعصابك اقوى من اعصاب الرجاله؟ ليه ده جري هو جري اه. وانت عايشه في البيت، عشتي في البيت، ما مشتيش ليه من البيت ده؟ وامشي ليه؟ هما عملوا لي ايه؟ يعني انت مرتاحه من كل اللي انت ما بيعملوليش حاجه تاذيني خالص، وبحط صوره البقره كل جمعه، مفيش اي حاجه خالص تاذيني. انا ما شفتش امراه فولاذيه كحوريه فرغلي عايشه مع جن وعفاريت وعارفه ان هما ما بيأذوش وعادي. ده انا كان زماني قاعده في الجامع، انام في الجامع. بتقولي جن وعفاريت؟ امال هما ايه طيب؟ ما بعرفش بس ليه تقولي عليهم جن في نوع تالت من يعني في لا حاجه تانيه؟ بس طب انت عارفه هما ايه؟ لا بس انا لما بيبقى القران شغال وبنبقى في رمضان نبقى في بتاع انا ما بحسش ان هما بيختفوا او ما بحسش ان ده بيضايقهم. وبعدين على فكره انا بقول لك تعرفي مين هما بيتضايقوا امتى وما بيتضايقوش؟ ما قلتش بيتضايقوا. بتقولي انا بحس ان هما ما بيتضايقوش علشان هما مش بيختفوا، مش المفروض لما لو القران شغال المفروض دول هيختفوا؟ لو انت بتقولي كده هما لا. عموما الله يعينك بجد. وعلى فكره انت لسه عايشه في البيت ده لحد دلوقتي؟ ايوه وهفضل عايشه فيه لغايه ما اموت. ما حدش يروح له حريه فرغلي يا جماعه. انا بهزر. شفتي بقى بهزر ازاي؟ العرافه بتهزر.